اليوم تم اختيار موضوع ذو أهمية وهو موقع المؤسسة السجنية في المخططات الاستراتيجية للتنمية. هذا الموضوع تم اختياره ليس لأول مرة، ولكن تم اختياره منذ الدورة الثانية للجامعة في السجون سنة 2017، يعني بعد انتخابات 2016. المؤسسة السجنية باعتبارها نقطة تقاطع بامتياز للسياسات العمومية كلها، السياسة الجنائية، السياسات ذات البعد الأمني والاجتماعي إلى آخره. كان من ضروري يعني أن نقحم القيمين على الشأن الجهوي والمحلي لتحسيسهم وتعبئتهم من أجل وضع المؤسسة السجنية دائما ضمن اهتماماتهم وضمن مخططاتهم الاستراتيجية. اليوم فعلا سوف يتم توقيع 5 اتفاقيات شراكة مع 5 جهات، هي جهات الداخلة والذهب، جهات قلميم وادنون، جهات فاس مكناس، جهات سوس ماسة، جهات درعاتة فيلالت، بالإضافة إلى اتفاقية شراكة أخرى مع وكالة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي لأقاليم الجنوبية للمملكة. هذه التوقيعات ديال الشراكة يعني ينم على الاهتمام الذي أصبحت تستأثر به المؤسسة السجنية كفاعل مؤسساتي أمني واجتماعي داخل الجهات.